مسلم رحمه الله: باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا ابن المبارك عن معمر قال: حدثنا محمد بن رافع واللفظ له قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها. قال: فغزى فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال: فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فبايعوه، فلصقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك. فبايعت، قال: فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم. قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب فوضعوه في المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. هذا الباب يقول فيه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه: باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. والغنائم جمع غنيمة، الغنيمة ما حازه المسلمون من العدو الكافر بعد القتال، إذا أوجفوا على ذلك بخيل أو ركاب خرج المسلمون للجهاد في سبيل الله ووصلوا إلى أرض العدو ودعوهم إلى لا إله إلا الله، فأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، عرضوا عليهم الجزية، أبوا أن يدفعوا الجزية. عند ذلك يستعين عليهم المسلمون بالله ويقاتلونهم، فإذا قاتلوهم وانتصروا عليهم ملكوا رقابهم، أموالهم، ذراريهم، نساءهم، فكل ما حازوا يسمى غنيمة. والله تعالى يقول في كتابه: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية. هذه الغنائم التي كانت عن طريق الدعوة وما لم يكن عن طريق الدعوة وما لم يكن عن طريق عرض الإسلام على القوم، فهذا سلب وهذا نهب وهذا إغارة وهذا ظلم وهذا أمر حرمه الله، لا يجوز للمسلمين ذلك. وإنما تكون الغنائم بعدما يدعى إلى لا إله إلا الله،
وبعدما تعرض الجزية، فإذا وقع القتال فإن جميع ما حازه المسلمون يقسم أربع خمسة أقسام، أربعة أخماس للذين شهدوا المعركة، الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الخمس يقسم على هؤلاء. الأربعة الأخماس توزع على المجاهدين الذين شهدوا المعركة الذين حضروا القتال، هذا أمر الله وشرعه. ولكن أمر الجهاد وأمر الغنائم وأمر الأنفال وأمر الغزو أصبح نسيا منسيا بسبب ما قال رسول الله: إذا تبايعتم بالعينة، يعني بالربا، واتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينه. الذل واقع، الوهن واقع، المسلمون اليوم إلا من شاء الله ليسوا بصراحة في عز ولا في كرامة ولا مجد. طغى علينا العدو بسبب أننا بعدنا عن الله، وبسبب أننا رأينا أن كتاب الله وأن ما جاء به رسول الله أمر لا يصلح لهذا الزمن، وأن قانون الله جل وعلا أو شريعة الله جل وعلا شريعة لا تصلح لهذا الوقت. ولذا ساد الوهن وحق علينا ما قال رسول الله: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. إذا وضع الطعام وهيئ ونودي للناس أن يأتوا لأكل الطعام يقوم الناس من غير انتظام، هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا وهناك. ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى القصعة إلى أكلتها، الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ عددنا قليل في ذلك الوقت وذلك الزمن، ولهذا يتكالب علينا أعداء الله تعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، عدد جم كبير. التعداد تعداد المسلمين اليوم، جماعة يقولون ألف مليون مسلم، وجماعة يزيدون يقولون ألف مليون مسلم، ألف زائد ألف مليون مسلم. ومع ذلك ترى ما نرزح فيه، وترى واقع المسلمين المريض بسبب البعد عن الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا أخي، لا داعي إلى إطالة الكلام ولا إلى كثرة الشرح، اركض وجب واذهب. أنا شيت من بلاد المسلمين اليوم. المسلمون اليوم بين أمرين: إما أقلية في بلاد أقلية تحت أعداء الله، هؤلاء قد يكون لهم العذر، نسبة المسلمين قليلة،
ضعاف، والعدد الجمع للعدو لأعداء الله، وإما أن التعداد كبير، البلاد إسلامية جب وسر أينما شئت من بلاد المسلمين اليوم وانظر واسأل سؤالا واحد، ما الفارق بين بلاد المسلمين وبلاد النصارى؟ ما الفرق بين بلاد المسلمين وبلاد اليهود؟ ما الفرق بين بلاد المسلمين وبلاد المجوس في ارتكاب ما حرم الله؟ هل الحمور موجودة؟ هل البغى موجود؟ هل الربا موجود؟ هل وهل وهل؟ أهناك فارق بين البلاد الإسلامية وبين غيرهم؟ هل القانون الذي يعمل به في كثير من البلاد الإسلامية أهو شرع الله؟ أهو كتاب الله؟ أهو الفقه الإسلامي؟ أهو مذهب الإمام مالك؟ الإمام الشافعي؟ الإمام أحمد؟ الإمام أبو حنيفة؟ الجواب معروف، ليس ثمة إلا قانون إنجلترا وقانون فرنسا وقانون إسبانيا وقانون روسيا علماني شيوعي اشتراكي. ألا تتداعى علينا الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها؟ وتعداد المسلمين اليوم يربو على 1,000,000,000 مسلم، واسمحوا لي أن أتلفظ بهذه الألفاظ القاسية، والله لا أريد إلا الخير، أقسم بالله أننا لو تساءلنا وسألنا بعض المسلمين عما يتعلق بأمور إسلامهم، عما يتعلق بأمور دينهم، عن أركان إسلامهم وإيمانهم، والله كثير منا لا يعرف أركان الإسلام. ما هي أركان الإسلام؟ كم أركان الإيمان؟ كم أركان الإحسان؟ ما أول ما أنزل الله على نبينا محمد؟ ما آخر ما نزل على النبي محمد؟ أين فرضت الصلاة؟ بمكة أم بالمدينة؟ الزكاة؟ الحج؟ متى فرض؟ أمور بدهية أولية. اقرأ لي حزبا من القرآن الكريم، اذكر لي كم سورة تحفظ من كتاب الله، والله وبالله وتالله الكثير منا اليوم لا يعرف ذلك. مسلم بالرعوية بالهوية بالجنسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهذا هو الإسلام؟ أهذا هو الإيمان؟ هل من كان على هذا الحال يدعو غيره إلى لا إله إلا الله؟ يدعو غيره إلى أن يدخل الإسلام، أن يعتنق هذا الدين الطويل الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية؟ وقديما قال المثل: فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. أنت تطلب مني 1,000,000 دولار وأنا لا أملك ولا 1,000 دولار، كيف أعطيك 1,000,000 دولار؟ فاقد الشيء لا يعطيه. أنت تريد من المسلمين اليوم أن يبلغوا دين الإسلام للمجوس، لليهود، للنصارى، ولو نظرنا إلى واقعهم أنفسهم لعلمنا أنه يصلي ويصوم ويحج بالعادة، عادة لا يعلم، لا يعلم ما أوجب الله تعالى عليه بالضرورة. ولهذا يا إخوان الحديث هذا عظيم، الحديث هذا جليل. إذا تبايعتم بالعينة، فهل التبايع بالعينة موجود في واقع المسلمين وبلاد المسلمين اليوم أم لا؟ العينة الربا، وهل بنوك الربا موجودة منتشرة أم لا؟ ولو قرأتم الصحف وقرأتم بعض المجلات الإسلامية لوقفتم على أن حربا طاحنة موجودة اليوم في المجلات الإسلامية. في أي شيء؟ في قضية ربوية، شركات الاستثمار
الفوائد التي تكون فيها أهي ربوية أم لا؟ أيجوز أخذ هذه الفوائد أم لا؟ العلماء في حرب وفي تطاحن وفي كتابات وتسويد أوراق بأن هذا ليس ربا، أن هذا ربا وما إلى ذلك. وشركات الاستثمار فوائدها ربا وفوائدها حرام ولا تعتبر من القراض، وإنما القراض الذي يسمى المضاربة، أن يخرج الرجل ماله 100,000 مليون 10 ملايين يعطيها لعامل، العامل يعمل في هذا المال على ما يتفقان عليه، خذ هذا المال واعمل فيه، والربح بيننا مناصفة، أثلاث أرباع أخماس عشر، المال لواحد العمل لآخر، إذا خسر المال فالخسارة على رب المال، العامل لا يخسر، وإنما يخسر العامل الجهود التي بذل، ليس له من الربح شيء. إذا وقعت المبايعة على المضاربة أو على ما يسمى بالقراض، أولا نبرز رأس المال يخرج، فإذا خرج رأس المال أخذ الربح وقسم بينهما مناصفة أثلاث أرباع على حسب ما اتفقوا عليه. فبالله عليكم، الشركات الاستثمار الموجودة اليوم على هذا الحال، على هذا النحو، على هذا الشكل، لا وربي. لذا الذل والهوان لا يفارقنا حتى نعود إلى ربنا، ونعود إلى ما تركنا عليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، يعني بالربا، وقد ساد الربا في البلاد الإسلامية اليوم، إذا تبايعتم بالربا واتبعتم أذناب البقر، يعني اشتغلتم بالدنيا وجعلتموها هي الهدف وهي المغزى والمقصد، واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله. وهل الجهاد في سبيل الله اليوم قائم؟ وأي دولة من الدول الإسلامية اليوم تقوم بدعوة غيرها إلى لا إله إلا الله وإلى شهادة أن محمد رسول الله؟ وهل يوجد على وجه الأرض مشرك؟ يوجد على وجه الأرض كافر؟ يوجد على وجه الأرض شيوعي يحتاج إلى أن يعرف الله، النبي، الإسلام، القرآن؟ فأي بلد من بلادنا اليوم الإسلامية تنهض وتقوم بهذه الدعوة التي دعا إليها الله ودعا إليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ اللهم إلا ما كان من أولئك الأقوام الذين دوخوا العاد وبيضوا وجوه المسلمين، والذين أثبتوا للعالم أن العزيز من أعز الله، وأن الذليل من أذل الله، وأن النصر بيد الله، وأن القوة العظمى أو الكبرى والله لا تساوي شيء، ليست بشيء، لا دولة عظمى ولا كبرى، وإنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فهؤلاء أقوام فقراء غرباء مشردون، أخرجوا من ديارهم لئلا يؤمنوا بالله ولا يؤمنوا برسول الله، فنصروا أنفسهم أمام عدو لدود شيوعي مريض له قوى لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ومع ذلك صمدوا أمام هذا العدو 10 أعوام 9 أعوام يقتلونه ويأخذون السلاح ويقتلونه به، لأن الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
وهذه الحرب الموجودة اليوم في بلاد أفغانستان حرب إسلامية، لا يجوز لأي مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصم ويصف هذه الحرب الضروس القائمة بين المسلمين والأفغان بأنها حرب غير إسلامية. لا، إنها حرب إسلامية، يجاهد المسلمون، يصلون، يصومون، يذكرون الله، يشهدون أن لا إله إلا الله، يريدون أن يخرجوا العدو الملحد الشيوعي المريض من بلادهم ليعبد الله تعالى وحده. فهي بلاد، فهي حرب إسلامية. أزالوا العار عن المسلمين، أزالوا بعض العار عن المسلمين، والله الذي لا إله إلا هو، أزالوا عارا عظيما ووقفوا أمام عدو لدود لعنة الله تعالى عليه، ما ترك شيء، ما ترك حيلة، ما ترك وسيلة إلا وفعلها، ولكن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. خلاصة الكلام، الغنيمة المال المكتسب الذي يؤخذ من العدو، إذا أوجفنا على العدو بخيل أو ركاب أو ذهبنا بالسيارات أو الطائرات وقاتلناهم، جميع ما أخذنا من المال هذا يسمى غنيمة، يقسم خمسة أقسام: خمس لله ورسوله، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أربعة أخماس تقسم بيننا نحن المقاتلين الذين شهدنا المعركة. أما ما يؤخذ من العدو من غير إيجاف بخير ولا ركاب، صالحناهم، ما قاتلناهم، وجدنا أموالهم أخذناها، وهو عدو محارب، هذا يسمى خير ولا يسمى غنيمة، يسمى خير. الخير تحت نظر السلطان المسلم، يعمل في هذا المال ما أراد وما شاء على ما أراه الله تبارك وتعالى، وسيأتي الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله. وإنما المقصود الآن أن نعلم، هل الغنيمة حلال يجوز أن توزع على المقاتلين أم أنها حرام كما حرمها الله على من قبلنا؟ من قبلنا من الأمم حرم الله عليهم الغنائم، إذا قاتلوا جمعوا المال الذي أخذوه من العدو وجمعوا هذه الأموال في صعيد في موضع، فينزل الله تبارك وتعالى نار، هذه النار تأتي وتلتهم وتأكل هذا المال المغنوم، فإذا أكلت النار هذا الشيء دل على أن الله قد تقبل منه، إذا لم تأكله النار دل على أن فيه غلول وأن الله لم يتقبل منه. هذا وضع الأمم قبل هذه الأمة المحمدية. وأما هذه الأمة المحمدية فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وأحلت لي الغنائم، وبعثت إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة. خمسة: نصر بالرعب، أعطي الشفاعة، جعلت له الأرض مسجدا وطهورا،
رسالته عامة إلى جميع الخلق، والأنبياء قبله يبعثون إلى أقوامهم، وأحل الله تعالى له ولأمته الغنائم. خمس أشياء خصوصيات لسيد الخلق، وله خصوصيات أخرى كثيرة ذكرها العلماء وجمعت في بعض الكتب. ارجع إن شئت إلى دلائل النبوة للبيهقي. الإمام البيهقي له كتاب من خمس أو ست مجلدات، كل مجلد قدر هذا، سماه دلائل النبوة، ما يدل على صدق نبوة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. الإمام السيوطي له كتاب من مجلدين مثل هذا الكتاب، سماه الخصائص الكبرى، ما خص الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم به. وغير هذه الكتب كثير وكثير، ولكن من يقرأ من يسأل من يريد أن ينظر ويرى ماذا اختص الله به النبي من الخصوصيات العظيمة الكبيرة التي ما اختص الله جل وعلا بها أحدا ممن قبله من الأنبياء، لأنه رسول الله وأفضل خلق الله، أفضل خلق الله وأشرف خلق الله تبارك وتعالى. ويا أخي يا مسلم، إن محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تقتضي مني ومنك أن ندرس حالة، أن نصبر غورة، أن نعلم شرعة، أن نقف على سنتي. محبة النبي ليست بالكلام ولا بالدعوة ولا بالرقص ولا بالتزمير ولا بالأناشيد، هذه لا تسمى محبة. لهذا الإمام الأخضري رحمة الله تعالى عليه يقول: والرقص والصراخ والتصفيق عمدا بذكر الله لا يليق. أنا أحب رسول الله ولي جماعة أتباع، أنا رائدهم وأنا رئيسهم، نحب رسول الله بالطبل وبالتزمير والرقص والتمايل، رجال ونساء وطعام وشراب وعفيون وحشيش، والله لا أحلف كاذب، والله الذي لا إله إلا هو، اختلاط رجال ونساء وحشيش وعفيون وزنم وبغم باسم محبة رسول الله، طنبور وعود وكمان ورجال ونساء وحلقة، وتأتي امرأة بيننا ترقص حتى تسقط على الأرض، سقطت على الأرض بمعنى أنها قد وصلت، فيقوم الرجال ويأخذونها من يديها ورجليها ويغسلون وجهها، هذه قد سقطت لأنها وصلت الحد.